بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي في الله، متابعي القناة حسن المعلومات، إذا هذه الحصة إن شاء الله سنطرق لموضوع مهم هو إنشاء صفحة الفيسبوك والربح منها. إذا لنتابع حلقة اليوم، إذا نتوجه مباشرة لطبق الفيسبوك، ندخل على الصفحات. صفحات نجد مجموعة من الخيارات هنا في الأعلى. الذي يهمنا نحن هو إنشاء الصفحة، نقوم بإنشاء صفحة، تظهر لنا هذه الصفحة ونضغط على زر التالي، تظهر لنا كذلك صفحة أخرى، نستمر على الضغط على زر التالي. هنا يظهر لك صفحة أخرى هي إنشاء صفحتك، يستكشف ما إنشاء الصفحات وتوصل معها يوميا. هنا ظهرنا زر بدء الاستخدام، إذا هنا نضغط على بدء الاستخدام. هنا نجد تسمية الصفحة أو الهدف من الصفحة أو ما هو النشاط التجاري لهذه الصفحة. مثلا نختار رئيس معين، مثلا أنا أريد مثلا أن تكون صفحة مثلا على شيء معين، مثلا الملابس، مثلا ملابس. نتابع، نضغط على التالي. هنا تظهر صفحة أخرى أمام الفئة التي تصل بدقة الصفحة التي تريد إنشائها، إضافة فئة. أو هناك الفئات الرائجة، مثلا هل هي مدونة شخصية أو منتج خدمة أو فنون أو موسيقى فرق موسيقية أو تسوق بعيد مثلا، أو إضافة فئة. هنا تظهر لنا إضافة فئة إن أردت أن تضيف فئة أخرى غير التي تظهر لنا في الشاشة أضيفها. مثلا نختار هنا تسوق وبيع بالتجزئة هكذا، ونضغط على زر التالي هكذا. هنا تظهر لك صفحة أخرى، هل تريد إضافة عنوان، مثلا العنوان عنوانك مثلا والمدينة، إن لم ترغب في إضافة هذه الأشياء إن لم ترغب في إضافتها نضغط على تخطي مثلا هكذا تخطي. نمر هنا تظهر لنا إضافة صورة للصفحة، يمكنك استخدام صور مثل موضوع الصفحة الشعارات على سبيل المثال، وهذه الصور ستظهر في نتائج البحث. إذا هذه الصور نختار صورة مصغرة لهذه الصفحة، وكذلك صورة أخرى تكون أكبر في الحجم أكبر على الصورة الصغيرة. هنا نضغط على إضافة صورة، مثلا نريد إضافة صفحة هنا صورة، نضغط على أي نضع الصور هنا ثم نضغط على تم. إذن لقد قمنا بإنشاء الصفحة. على أين تريد إكمال صفحة أو معلومات الصفحة، تضغط على إكمال صفحتك، مثلا تريد إضافة معلومات أخرى. وهكذا نكون قد أنشأنا صفحة على الفيسبوك، وتظهر لنا مجموعة من الخيارات، هنا الترويج، هنا إضافة زر مثلا تريد إضافة زرها هكذا إلى غير ذلك. تريد أن تقوم بنشر أشياء معينة، تضغط على إنشاء منشور أو إلى غير ذلك. هنا صور، هنا على أي تتجه إلى إشعارات، تجد إشعارات هنا والإعلانات كذلك، وكذلك الأخبار، آخر الأخبار والمزيد. على أي لقد والآن لقد قمنا بإنشاء صفحة، وإن شاء الله في الفيديو آخر سنقوم بخطوة أخرى وخطوة مهمة، اللي هي ربط صفحة الفيسبوك بفيسبوك أدستان أو هنا تقوم بالربح عليها. على أين هكذا لقد قمنا بإنشاء الصفحة، انتهينا من إنشاء هذه الصفحة. إذن فالفيديو القادم إن شاء الله سنشرح كيفية أو كيف سنربط جوجل،